واحنا بنتكلم طول الوقت عن تجديد وتنمية والتحرك الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة المفروض أنه خلال شهور قليلة، في كده شوية معالم رئيسية في البلد، وكان من أهمها مجمع التحرير. مجمع التحرير قد ما هو كان في بعض الأوقات برضو ما نخبيش عليكم يعني كان رمز كده للبيروقراطية، إلا أنه رمز للتواجد الحكومي القوي، وأنه المكان العظيم التاريخي ده اللي بيجمع فيه معظم الوزارات، بتقدم فيه معظم الخدمات الحكومية، هو ليه مكانة تاريخية كده وعاطفية عند المصريين. لما أعلنت وزارة التخطيط من أيام بدء تطوير مجمع التحرير في إطار خطة لإعادة استغلال المباني الحكومية بشكل عصري وسياحي وجاذب، الصور اللي احنا شايفينها قدامنا صور لما يمكن أن يكون عليه أو المخطط للتطوير اللي هيتولى هذا التطوير، تحالف من مجموعة شركات أمريكية بإجمالي استثمارات 3.5 مليار جنيه. من المتوقع أنه الاستثمارات دي لتحويل المجمع لمشروع سياحي ضخم عبارة عن فندق ومجمع مجموعة شقق فندقية ومجمع تجاري ضخم. لطيف شكل المجمع ولطيف جدا صوره، ومن غير قبل ما حد يقول لي وانا استفدت ايه، احنا كلنا استفدنا ايه؟ احنا استفدنا ايه لما بقينا نعدي في ميدان التحرير ولقيناه منور بنور حلو، والاضاءه دي ما باظتش، ما اتحرقتش، ما بقتش اقل، ما بقتش اضعف، لسه جميله ومبهجه. استفدنا كتير، زي ما كنا بنقول برضو من دقايق عن انه لم اعتيادنا اننا نسمع كلام ايجابي وحلو بيعلي من ذوقنا، كمان ان احنا نشوف حاجات حلوه بيعلي من ذوقنا. المنظر ده كان ممكن اختيارين، كان ممكن مجمع يبقى مهجور، مبنى قديم واتقفل، او يبقى مشروع سياحي لطيف زي ما احنا شايفين. ليه المستثمرين بيطرحوا اهميه كبيره للمشروع ده؟ اول حاجه انه انت عندك اصول، واي حد بيفهم في لغه الاستثمار يقول كده، ان الاصول المعطله هي بتقل قيمتها مش بتزيد. فانا لو عندي مبنى ومش بستغله بتقل قيمته. واحنا مش بنتكلم عن اي مبنى، احنا بنتكلم عن مبنى مجمع التحرير في وسط القاهرة، حاجة عظيمة كده، حاجة هي جزء من التاريخ. فاستثمار الأصول ده جزء من ذكاء التشغيل يعني.